برزت خلال العام المنصرم عدة إنجازات هامة لم تشهد البحرين مثيلا لها من قبل. نرى أنه من الواجب علينا أن نقف وقفات سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن ودعنا عاما ميلاديا مضى واستقبلنا معه عاما جديدا بل وألفية جديدة، تحتفل مملكة البحرين اليوم بأعيادها الوطنية، وهي تنعم بالأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.